الأرصاد تعلن عن يوم الأحد 13/11 أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 40% على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة بنسبة 30% على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري، ومن الممكن أن توصل إلى القاهرة وصحراء مطروح وحلايب وشلاتين، ونشاط رياح على جنوب سيناء على فترات متقطعة. أما الآن درجات الحرارة المتوقعة ليوم الأحد 13/11/2022: القاهرة 26/17، السواحل الشمالية 25/16، جنوب سيناء 28/20، شمال الصعيد 31/17. متنسوش اللايك والشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.